قدموا يا موكب الحق والنور، فلتتدافع الرايات وليتواصل الزحف المقدس. لماذا تتوقفون؟ لماذا؟ ألأن عبد الرحمن قد سقط؟ لا لا يا إخوة الإسلام، لا يا من تحملون أشرف رسالة وأكرم دين، لا بد أن يمضي البنيان المرصوص، لا بد أن تنطلق الرايات مرة أخرى. الأمانة في أعناقكم إلى يوم الدين. أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. بل قل عبد الله عمر بن عبد العزيز الذي امتحن بأمانة ثقيلة يرجو الله أن يعينه عليها. أهلا بالأهل والأحبة، أهلا بأبناء العمومة، أهلا بك يا عبد الرحمن، تفضلوا. اغفر لنا يا ابن العم مجيئنا في هذه الساعة المتأخرة، لكنك تعلم كم نود لقاءك والجلوس إليك، لأننا لا نريد أن نقتحم عليك ساعات النهار التي تعطي فيها نفسك تماما لشؤون المسلمين. أهلا بكم في كل حين. إن كانت الزيارة لمناقشة أمر من أمور المسلمين فإنها أمانة أحملها في عنقي في أي ساعة من ليل أو نهار، وإن كانت زيارة من أبناء العمومة فإنها حق علي تحتمه صلة الرحم. هي زيارة ود يا ابن العم، وإن كان الحديث لا يخلو من مناقشة بعض الأمور بيننا وبينك بحق صلة الرحم أيضا، وهي أمور تخص البيت الأموي. هل تأذن لي يا مولاي بالانصراف؟ سأعود غدا في الصباح بإذن الله، فإن الأمر الذي جئت من أجله ليس على مثل هذه الدرجة من الأهمية والعجلة.
أنت تعلم أننا نحب لقاءك في كل وقت. بارك الله فيك مولاي. إلى الصباح بإذن الله. في أمان الله يا عبد الرحمن. يا أبناء العمومة، كلي آذان صاغية. لقد جئنا إليك يا ابن العم لكي نعتذر عما بدر من عقيل. إنه شاب، وأنت تقدر ولا شك اندفاع الشباب. إنه ابن عم لي قبل هذا وذاك، غفر الله له ولنا جميعا. ألم يعد أمير المؤمنين غاضبا عليه؟ أنا لا أغضب على أحد ولا أغضب من أحد. أنا لا أغضب إلا في أمر من أمور الله وحق من حقوقه. هنا لا أتسامح ولا أتهاون ولا أفرط. أما دون ذلك فإن قلبي لا يعرف إلا الصفح والتسامح والحب. بورك فيك يا ابن العم، هذا ما كنا نرجوه ونؤمله. ولكني ألزمكم وألزم نفسي بالحق، لا نحيد عنه قيد شعرة. تغلبنا دائما يا ابن العم بقوة حجتك وعمق إيمانك، ولن ترى منا إلا ما يرضيك وتقر به عينك. وتأكيدا لهذه المودة، نرجوك أن تقبل دعوتنا للعشاء في بيتي، وهي فرصة للأهل جميعا أن يأنسوا بك بعد أن أخذتك منهم شواغلك العديدة. دعوة كريمة ومقبولة بإذن الله يا يزيد. وما هو المهم إذن؟ أكون مع الحق، ليس المهم مع من أقف أو ضد من أقف. ولكني أخشى عليك غضبهم وانتقامهم. ماذا دهاك الليلة يا هند؟ أنا لم أتعود منك إلا المساندة والمؤازرة، لم أتعود منك إلا اليقين الثابت والإيمان الراسخ، وأنت ترددين في وجه كل المخاطر التي تعرضنا لها: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بل لم أتعود منك إلا التحريض على الخروج مع الجيش للجهاد في سبيل الله، فماذا جرى؟ أما الجهاد في سبيل الله فلا أجد لك ولنفسي خيرا منه. والجهاد في سبيل الحق نوع آخر من الجهاد يا هند. لك الله يا عبد الرحمن، لا تضيق علي الخناق هكذا يا رجل. أليس من حقي أن أخاف عليك كرفيق حياة ليس لي في الدنيا غيره بعد الله سبحانه وتعالى؟ إنه الحب لك والخوف عليك، فإن كان هذا ضعفا فأرجو أن تغفره لي. أغفره لك، بل وأسعد به يا رفيقة العمر، بشرط واحد، هو ألا يدفعني إلى التردد لحظة واحدة أمام داعي الحق. لم أقصد إلى ذلك ولم يتبادر إلى ذهني. كل ما رجوته أن تكون مع الحق كما تشاء. لا، لا تخدعي نفسك يا هند، إما أن تكوني مع الحق أو تكوني ضده، لا وسط. حتى الذي يؤثر السلامة ويصمت فإنه يكون مع الباطل، لأنه يحرم الحق من تأييده. هند، الساكت عن الحق شيطان أخرس، أليس كذلك؟ لا أدري هل أزداد إعجابا بك أو خوفا عليك. كان الله في عونك وعون عمر بن عبد العزيز، فأنت تكاد تكون من نسيج الفريد. ماذا بك ولدي؟ لم يغمض لي جفن طوال الليل. أي لهذا الحد تحب أباك وتقلق علي؟ ما زلت حائرا في تفسير زيارته المفاجئة الغاضبة بالأمس، ثم دعوتهم المفاجئة لك على العشاء بعد ذلك. وماذا في ذلك ولدي؟ أرفض دعوة فيها إصلاح ذات البين وإجابة صلة الرحم؟ إنهم يدمرون غير ما يظهرون يا أبتاه، وأنت تعلم.
لا تسئ الظن بالناس يا ولدي، إن الله وحده والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تقلق علي وسلم الأمر لله. أنا لا أقلق عليك حرصا على الخلافة أو طمعا في أن تؤول إلي، فأنت تعلم أنني مثلك عزوف عنها وعن كل أطماع الدنيا، ولكني قلق عليك كما يقلق عليك كل مسلم في هذه الأمة التي شرفها الله برسالته. حريص عليك كأمل للإسلام والمسلمين، نرجو الكثير من الخير على يديه ليملأ الأرض عدلا بعد طول جور، وأمنا بعد طول خوف. ثم أنا حريص عليك بعد ذلك حرص الابن على أبيه الحبيب، فهل ألام على ذلك؟ تفضلي يا عاتب، لقد اشتقت إلى مجلسك فسعيت إليك. مرحبا بك، وجدت أنك لا تكثرين من زيارتنا كما كنت تفعلين فسعيت أنا إليك. مرحبا بك يا عبد الرحمن، تفضل اجلس أولا يا رجل. لا لا لا، الوقت متأخر وأنا متعب. لو علمت بما أدخره لك فسوف يزول عنك كل تعب. نحن نعلم حرصك على الجهاد في سبيل الله وشوقك إليه، ونعلم أيضا أنك جندي فذ من جنود الإسلام تشهد له المعارك التي خاضها حتى الآن بالذكاء وسرعة الخاطر إلى جانب الشجاعة والإقدام. شكرا لك يا زيد، ما أنا إلا مجاهد بسيط يحاول أن يؤدي واجبه. إنك فلتة في فنون القتال يجب ألا يحرم منها الميدان، ولذلك فإننا نرشحك لتكون قائدا للفرسان في الجيش. من الطارق؟ افتحي يا هند، أنا عبد الرحمن. ادخل يا عبد الرحمن لأغلق الباب خلفك. ماذا هناك يا هند؟ هل أنت بخير يا عبد الرحمن؟ ألم يمسوك بسوء؟ ماذا دهاك الليلة يا هند؟ ومن هؤلاء الذين تتحدثين عنهم؟ الذين يتربصون بك؟ أنا لم أرى أحدا على الإطلاق. لقد كدت أخرج لانتظارك في الطريق لأنبهك، ولكني خفت أن يتكاثروا علي و... لكن له يا هند، هل بلغ بك الخوف علي إلى حد الإغراق في الأوهام؟ صدقني يا عبد الرحمن، إنها ليست أوهاما، لقد رأيت أحدهم وهو يحوم حول الدار. وما كان عابر سبيل؟ وهل عابر السبيل يختلس النظر من النافذة؟ هل نعرفه؟ لا، وجهه غريب وهيئته أغرب. دعي عنك هذه الأوهام وأعدي لنا طعام العشاء. عبد الرحمن، لقد ظهر من جديد. من؟ الرجل الغريب. أي؟ رأيت وجهه يمر من أمام النافذة مرة أخرى. إلى أين يا عبد الرحمن؟ بالله عليك لا تفتح الباب. دعيني يا هند، هل أقبع في داري متدثرا بالخوف؟ قد يكونون أكثر من واحد. حتى ولو كانوا ألفا. قف. من؟ سيدي يا عبد الرحمن، متى عدت إلى دارك؟ هل تعرفني يا رجل؟ نعم أعرفك، ولكنك لا تعرفني. ماذا تريد؟ هل يمكن أن ندخل إلى دارك؟ لقد كنت أنتظر هنا منذ أكثر من ساعة، وكنت أتردد على الشارع لعلي أراك وأنت تدخل بيتك. ولماذا لم تدق الباب وتعلن عن حاجتك؟ لم أرد أن أزعج أهل بيتك وأنت غائب عن الدار. وكيف عرفت أنني غائب عن الدار؟ سألت عنك فقيل لي إنك مع الخليفة فآثرت الانتظار. ولماذا لم تنتظر في بيتك؟ أنا غريب قادم إليك من إفريقيا. لماذا لم تقل ذلك منذ البداية؟ أهلا أهلا بك ومرحبا، تفضل. لا تؤاخذني على هذا الحذر يا سيدي، فهناك من الأسباب ما يستوجب ذلك. وأنا أكثر منك حذرا يا سيدي. تفضل 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 يا رجل.
أهلا بك ومرحبا، تفضل. لقد كنت على وشك تناول طعام العشاء، وإنها لفرصة طيبة أن تشاركني طعام. بورك فيك يا سيدي. ها، والآن ما هي قصتك؟ ماذا قلت يا عبد الرحمن؟ إنه لشرف عظيم أن يختارني مسلمة قائد الجيوش لمثل هذه المهمة. ومن لها غيرك يا عبد الرحمن؟ متى تسافر؟ هل الأمر عاجل إلى هذه الدرجة؟ أمامك سفر طويل، وقد أعددنا لك 5000 جندي ليكونوا تحت إمرتك، وإذا احتاج الأمر يمكن أن نبعث لك بالمزيد. لقد كان الأمر مفاجأة كاملة لي. أرجو أن تمهلني بضعة أيام حتى أعد نفسي. لقد أعددنا لك كل شيء. أقصد حتى أستأذن الخليفة وأخطره بالأمر. وهل تتصور يا عبد الرحمن أننا يمكن أن نقدم على مثل هذا الأمر دون أن نستأذنه؟ أراه إذن مودعا. أما هذا فلك، كل ما أرجوه أن تتحرك بالجنود بعد غد بإذن الله. غدا نسافر يا هند، وليفعل الله ما يريد. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. سلام الله عليك ورحمته وبركاته يا أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن، تفضل. هل تجهزت للرحيل؟ لقد جئتك يا مولاي مودعا، ولكني قبل ذلك جئت معزيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد شق علي نبأ وفاة والدك عبد الملك هكذا فجأة، وهو لم يبلغ بعد 17 عاما. إنها أجال يا عبد الرحمن، لكل أجل كتاب. لقد هزتني الصدمة يا مولاي، فقد كان رحمه الله لي بمثابة الولد، عوضني الله به عن حرماني من الولد، ولست أدري الآن هل أعزيك أم أعزي نفسي. إن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنني أبكي في عبد الملك ورعاه وتقواه. رحمه الله كان مثلا عونا لي على الحق والعدل. أتحب يا مولاي أن توفد رجلا آخر مكاني في هذه المهمة حتى أبقى إلى جوارك في هذه المحنة؟ ويحك يا عبد الرحمن، هل تتوقف الدنيا من أجل موت إنسان؟ لقد مات أكرم خلق الله ولم يتوقف شيء، وتسلم أبو بكر الأمانة وأصر على إفادة أسامة بن زيد في المهمة التي كان قد أمره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فمن يكون عبد الملك ومن يكون عمر إلى جوار أكرم خلق الله؟ لم أقصد إلى ذلك يا مولاي، وإنما هو الخوف عليك. لقد كنت مطمئنا لوجود عبد الملك إلى جوارك وأنا في سفري. ما هكذا تكون المسؤولية يا عبد الرحمن، لست مسؤولا عني، إنما أنا وأنت مسؤولان أمام الله عن واجبنا حيال هذه الأمة. عندما وصلتني رسالة والي إفريقية لم أتردد لحظة في اختيارك إلى هذه المهمة. نعم المهمة يا مولاي، ونعم المذهوب فيها. بارك الله فيك أمير المؤمنين. فهلا
أوصيتني. أوصيك باللين والرفق بالمسلمين، وأن تقيم كلمة الحق والعدل والدين. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. أفيسمح لي مولاي بأن أوصيه؟ ألا تكف عن ترديد كلمة مولاي؟ ما أنا إلا عبد من عباد الله حمله أمانة ثقيلة، من واجبه أن يفتح أذنيه لكل نصيحة، فالدين النصيحة. أما الإسلام والمسلمون فأنت لست في حاجة إلى أن أوصيك بهما، فأنت تصل بالإحساس بالمسؤولية فيهما إلى ذروة سامقة تنكسر دونها الأبصار. فبما توصيني إذن؟ أوصيك بنفسك يا عمر، يا نفحة طيبة من أريج النبوة العطرة وخلفاء رسول الله. أوصيك بنفسك يا عمر، لا حرصا عليك كأخ في الإسلام كما تحب دائما أن أدعوك، ولكن حرصا على مصلحة الإسلام والمسلمين. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. استرح استرح يا أمير المؤمنين، بل يا أحب الناس إلى قلبي. سيفا من سيوف الحق أينما ذهب. سيد القائد في أن نسرع قليلا. لما؟ حتى نصل إلى مشارف تلك البلدة قبل المغيب. لما نرهق رجالنا وجيادنا بعد هذا السفر الطويل؟ لما لا نعسكر حيث نحن الآن في حمى الجبل؟ إن الريح شديدة وقد بلغ الإعياء بالرجال مبلغا كبيرا. اضربوا الخيام هنا حتى يأذن الله باستئناف المسيرة. فارس ينهب الأرض نحونا. وائل، هتعرفه يا مولاي؟ لقد خفت ألا أدرك موكبك يا سيد القائد. ماذا حدث يا وائل؟ هل تحمل أخبارا من دمشق؟ لقد تركت الحزن يخيم عليها. تكلم يا رجل. لقد توفي عبد الملك ولد أمير المؤمنين عمر. حسبتك تحمل نبأ جديدا. أو كنت تعلم يا مولاي؟ نعم، كنت أول من علم، وكنت أول من واسى أمير المؤمنين، ولكنه طلب مني ألا أؤخر المهمة لحظة واحدة، فأثرت ألا أخبركم بالنبأ حتى لا أفت في عضدكم ونحن في أول الطريق. يرحمك الله يا عبد الملك، يا خير غصن من خير شجر. هل يأذن لي مولاي بأن أسير في ركابه إلى إفريقية؟ لهذا كنت تحاول اللحاق بنا إذن؟ ولم لا؟ إنني لا أستطيع دخول إفريقية إلا معك. بل لن تدخلها معي يا وائل. هل يضن علي مولاي بالحماية؟
لقد استبشرت خيرا عندما اختاروك أنت لهذه المهمة. لم أكن أتمنى من الله أكثر من ذلك. اسمع يا وائل، لم تكن أنت وحدك الذي حمل إلينا أنباء إفريقية، بل حملها قبلك رسول من قبل الوالي إسماعيل عبيد الله، وأنا أحب أن يبدو الأمر وكأنه استجابة من أمير المؤمنين إلى طلب النجدة الذي جاءه من والي إفريقية. وما البأس في أن أكون معك؟ سيبدو الأمر وكأنك ذهبت تشكو والي إفريقية للخليفة، فبعث بنا إليه لكي نحاسبه. نحن ذاهبون لإطفاء فتنة لا لإلقاء المزيد من الحطب فيها. ما أبعد نظر مولاي، وبماذا تأمرني الآن؟ تصيب قسطا من الراحة بضعة أيام في هذه البلدة، ثم تلحق بنا بعد أن نكون قد وصلنا إلى إفريقيا. أمر مولاي. زودوه بكل ما يحتاج إليه. أراك بخير هناك بإذن الله يا وائل. أين قائد الشرطة؟ لقد بعثنا في طلبه يا مولاي. أريد أن أرى الشعب. أمر مولاي. هانذا يا مولاي رهن إشارتك. ما جزاء من يخون الأمانة؟ لا أدري عن من تتحدث يا مولاي. أجبني. ينفذ فيه أمر مولاي. أريدك أنت أن تحكم بنفسك. هل بقي لك شيء آخر؟ لا يا مولاي، بارك الله فيك وأدامك حصنا للعدل. وأنت يا أخ الإسلام، ما هي مظلمتك؟ يا مولاي، لي دار تقع خارج دمشق وقد ورثتها. مولاي عفوا يا مولاي، قائد الجيوش يطلب أن يراك. القائد الجيوش أفضل عند الله من صاحب مظلمة ينتظر إنصافه. ولكنه يقول إن الأمر عاجل وخطير. والأخطر منه أن يتأخر العدل عن المظلوم لحظة واحدة. تكلم يا رجل. إن داري يا مولاي قد ضمها همام بن زرارة إلى بستاني اغتصابا. عرض علي ثمنا بخسا لكي أبيعها له، ولما رفضت قذف لي ببعض المال واعتبر البيع كأنه قد تم. أليس هذا اغتصابا يا مولاي؟ انتظرني في الحجرة المجاورة. أمر مولاي. أرسل في طلب همام بن زرارة ويدخلوه هو والشاكية عندما يحضر. والآن فليدخل مسلمة. أمر مولاي. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا مسلمة، تفضل. لا تؤاخذني يا مولاي على لهفتي للقائك، فإن أمر شوذب يزداد خطورة. شوذب؟ من هو؟ بسطام يا مولاي زعيم الخوارج، إنه يعرف عند أصحابه بشوذب. لقد أرسلنا عبد الرحمن الغافقي ليطفئ فتنة في إفريقية، فإذا بنا أمام فتنة أخطر. وماذا ترى؟ أستأذن مولاي في أن أخرج بنفسي على رأس جيش كبير يتكفل باستئصال شأفته. ومنذ متى وبنو أمية يرسلون بالحملات التأديبية لإخماد ثورات الخوارج؟ منذ سنوات يا مولاي. وهل أخمدت؟ لا، لأنهم لا يتجمعون في مكان واحد، وإنما ينتشرون هنا وهناك. وستظل الحية تبدل ذنبا بذنب ما لم نقضي على الرأس. وشوذب هو الرأس يا مولاي. لا، ليس هذا ما أعني يا مسلمة. لن أرسل بالجيوش لمقاتلة شوذب حتى نسمع منه ويسمع منا. ماذا تعني يا مولاي؟ لن نحتكم إلى السيف قبل أن نحتكم إلى الحق، فإذا احتاج الحق سيوفنا كنا خير المقاتلين. أرسل إلى شوذب واطلب منه أن يبعث إلينا برسولين من قبله لنتحاور معهما. ولكن الخوارج قد يتصورون ذلك ضعفا منا ومهادنة لهم. لا يا مسلمة، بل هو القوة، قوة الحق.
إذا كان هؤلاء الخوارج يدعون إلى حق يقيم كتاب الله وسنة رسوله الكريم، فأنا أولى الناس بالاستماع إليهم والدخول معهم فيه. وإذا كانوا على الباطل ونحن على الحق، فيجب أن نجادلهم بالتي هي أحسن حتى يتبينوا الحق ويدخلوا فيه. ولكن مولاي يعلم أنهم على الباطل. لا بد أن يتبينوا هم ذلك، ويتبينه أيضا أتباعهم، وبذلك نستأصل الفتنة من جذورها. مولاي والي إفريقيا، لقد عاد الرسول من دمشق. أدخله على الفور، لعله قد عاد إلينا بالرد. السلام على مولاي الوالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا نزار، ماذا وراءك؟ كل خير يا مولاي، لقد رأيت أمير المؤمنين عمر وأكرم وفادته واهتم برسالتك التي حملتها إليه. ألم يبعث معك برد؟ الرد في الطريق يا مولاي، لقد أصدر أوامره على الفور بأن تسافر النجدة التي طلبتها يا مولاي، وقد سبقتهم لكي أصل إليك بالبشرى. ومن على رأس الحملة؟ عبد الرحمن الغافقي. عبد الرحمن الغافقي بنفسه؟ ألم أقل لك يا مولاي إنه اهتم بالأمر؟ وما هي مهمته على وجه التحديد؟ هل يتخوف مولاي من شيء؟ أجبني. مهمته هي مساندة مولاي في إخماد الفتنة. هذه كلمات مسلمة أمير الجيوش إلى عبد الرحمن. ولكني أعلم مكانة عبد الرحمن عند أمير المؤمنين، ولا أتصور أن يسمح له بمغادرة دمشق إلا إذا كان في الأمر شيء. ماذا تعني يا مولاي؟ لا 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 شيء، بعد قليل يظهر المستور. موكب عبد الرحمن يا مولاي. فلتأخذ القوات إلى الأماكن التي خصصت لها لكي يعسكروا فيها، أما عبد الرحمن فسيرافقني إلى القصر. هيا هيا نفذ الأمر. ما هذا؟ يبدو أنهم في انتظارنا خارج المدينة يا مولاي. لك الله يا إسماعيل، يبدو أنه أراد أن يبث الثقة في جنده وفي الناس بهذا الاستقبال. حمد لله على سلامتك يا هند. هل وصلنا؟ بحمد الله وتوفيقه. أما زلت تصرين على النزول عند قريبتك سليمة؟ وهل تمانع في ذلك؟ لا، ولكني أرى والي إفريقيا قد خرج في موكب كبير لاستقبالنا، وأعتقد أنه سيفرد لنا مكانا في قصره. هذا شأنكم أنتم، لقد أتيت في مهمة جليلة يجب أن تتفرغ لها، أما أنا فدعني لسليمة. أهلا بك يا عبد الرحمن، أهلا بمبعوث أمير المؤمنين. بارك الله فيك يا إسماعيل. ما كنا في حاجة إلى هذه الاستقبالات والمواكب، ولا أن نجشمك مشقة الخروج للقائنا خارج المدينة. كان يكفي أن أسعى أنا إليك بما أوفدني به أمير المؤمنين. عبد الرحمن الغافقي يستحق كل تكريم. بارك الله فيك. ثم إننا في حاجة إلى أن نستقبلك على هذا النحو لكي نبث الطمأنينة في نفوس الرعية والجند، والرعب في نفوس المتمردين. أعاننا الله جميعا على أن نبث الطمأنينة في قلوب هؤلاء وأولئك يا إسماعيل. المتمردين؟ أنت لا تعرفهم يا عبد الرحمن، ولا تعرف مدى خبث طويتهم. لن يردعهم إلا السيف. لن نختلف كثيرا على الوسيلة ما دمنا نتفق على الهدف.
طبعا طبعا لن نختلف، ولكن لما نستبق الأحداث؟ فلنذهب الآن إلى القصر، وفي الصباح غدا نتحدث. فلقد سمعت أنك تصطحب معك زوجك، ولقد أفردت لكما مكانا هادئا تستريحان فيه من وعثاء الطريق. أستأذنك أن تعفي زوجتي من الإقامة معي، فأنا في مهمة عاجلة تتطلب التفرغ الكامل، ثم إنها ترغب في الإقامة عند قريبة لها هنا. لم أكن أعلم أن لك أقرباء عندنا. وأين تقيم هذه القريبة حتى نبعث مع زوجك من يرافقها إليها؟ إنها في طريقها الآن إليها، وقد بعثت معها من يوصلها إلى هناك. على بركة الله، فلننطلق إذن إلى دار الولاية. بسم الله ما شاء الله. حسناء، هل كبرت إلى هذا الحد يا ابنتي؟ ما أسرع ما تمر السنوات. أتعرفينني يا خالة؟ حق المعرفة، عندما كنت صغيرة هكذا، عندما كنت تقيمين معنا في دمشق قبل أن يحملك أبوك ويأتي بك إلى هنا. أنا هند بنت خالة أمك سليمة، زوجة عمي عبد الرحمن الرفقي. أهلا يا خالة، تفضلي تفضلي. مرحبا بك. مرحبا بك يا خالة. حمدا لله على سلامتك وسلامة عمي عبد الرحمن. يا لي من بلاء، كيف فاتني أن أتوقع وصولك وأنباء مسيرتكم إلينا تملأ المدينة منذ أيام. وأين أمك يا حسناء؟ أنا في أشد الشوق لرؤيتها. ماذا هناك يا ابنتي؟ يرحمها الله، لقد فرقتنا إلى جوار ربها منذ أيام. لا حول ولا قوة إلا بالله. يرحمك الله يا سليم. لماذا لم ترسلوا لنا في دمشق؟ كدنا نفعل، ولكننا سمعنا بأنباء قدومكم إلى هنا. هوني عليك يا ابنتي. هل تقبلين أن تكون خالتك هند أما ثانية لك؟ إن الله لم يرزقني الولد، ولو تمنيت ابنة لي فلن أتمنى عروسا أجمل منك. بورك فيك يا خالة، هذه هي أول لمسة حنان يواسيني بها القدر منذ أيام.